اهلا بحضراتكم مشاهدينا، ومع طبعا فقره العياده واخر فقراتنا النهارده ميعادنا معاها حالا، وميعادنا كمان في لقاء مع الدكتور محمد خيري استشاري علاج امراض السمنه والنحافه اللي بيشرف فقرتنا النهارده. اهلا بحضرتك معانا دكتور محمد. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بشكرك. دكتور محمد، النهارده هنتكلم عن السمنه وتاثيرها في ارتفاع نسبه الكوليسترول وعلاقة أيضا برامج الرجيم بتخفيض نسبة الكوليسترول. بس الأول يعني نتكلم عن نسبة الكوليسترول في الدم، يعني نعرف ارتفاعها بيؤثر في إيه وانخفاضها بيؤثر في إيه. تمام. إحنا بنتكلم عن مادة الكوليسترول كمادة من مكونات الدم أو كمادة من مكونات الجسم، وطبعا هي لها فوائد كتير جدا. يعني هي بتدخل في تركيب الغشاء بتاع الخلايا، وزي ما حضرتك عارفه واستاذ المشاهدين عارفين ان الخليه هي وحده بناء الجسم البشري. فاذا كنا بنتكلم عن وحده بناء الجسم البشري ونقول ان في جزء او مكون رئيسي او اساسي في تكوين الغشاء بتاعها، فده طبعا يبقى مكون فايتال او يعني مكون هام جدا او حاجه كويسه جدا من مكونات الجسم البشري. ولكن طبعا هو الشائع او المعروف عند كل الناس ان الكوليسترول اللي هو تصلب الشرايين ومشاكل القلب والحاجات دي، بنقول الكوليسترول دي عباره عن مادة شمعية أو مادة دهنية أو مادة حتى بيطلق عليها مادة كحولية أو مادة استرويدية. المادة دي يعني لها مصدرين في الجسم أو لها حاجتين في الجسم بيفرزوها. عندنا الكبد اللي هو المصنع الكبير أو اللي بيعمل لها برودكشن أو إنتاج في الجسم، وعندنا الجزء اللي احنا بناخده من الغذاء أو من الغذاء أو الجزء اللي هو بيدخل للجسم عن طريق التغذية. بنقول دايما إذا زاد المحتوى الدهني أو المحتوى الدهون المشبع اللي داخل الجسم في الغذاء لجسم الإنسان، ده طبعا بيجبر الكبد أو بيخلي الكبد إن هو يفرز أو يطلق كوليسترول وبالتالي يطلقه في الأوعية الدموية. فبنقول دايما إن الكوليسترول ليه نسب طبيعية أو معدلات طبيعية المفروض بيبقى موجود فيها في الجسم البشري. لو المعدلات دي زادت عن المعدل المطلوب، للأسف بعد كده بيدخل في مشاكل بقى مرونة أو مطاطية الشرايين، وبيأثر بعد كده على مشكلة تصلب الشرايين وبالتالي بقى مشاكل الجلطات. وأكتر حاجة بيأثر على الكوليسترول بشكل خاص الشرايين التاجية بتاعة القلب. يعني نقول دايما إن زيادة أو ارتفاع معدلات الكوليسترول عن المعدل الطبيعي بيبقى التارجت بتاعه أو الهدف بتاعه بيترسب على جدار الشرايين التاجية اللي هي بتغذي عضلة القلب بشكل خاص، وبالتالي بقى مشاكل تصلب الشرايين وضعف الإمداد الدموي لعضلة القلب اللي بيخلي طبعا بقى مشاكل الآلام في الصدر ومشاكل التنفس، وممكن لا قدر الله يصاب المريض باحتشاء عضلة القلب أو بنسميها اللي هي الجلطات في القلب أو مشاكل. فبنقول دايما إن الكوليسترول أو بقاء نسب الكوليسترول في المعدل الطبيعي ده بيخلينا في حالة صحية وحالة بنسميها فيزيكال كويسة جدا، وازدياده عن المعدلات الطبيعية بيبقى ليه آثار أو مشاكل صحية كتيرة جدا. الكوليسترول بيكون يعني رد فعل ليه يعني الأكل بشكل كتير أو يعني الإفراط في الطعام، ارتفاعه بيكون هو رد الفعل او واحد من رد الفعل اللي بتحصل نتيجه يعني الاصابه بالسمنه. تمام. احنا زي ما قلنا برضو في المقدمه ان هو في جزئين مسؤولين عن افراز او انتاج الكوليسترول في الجسم، قلنا الكبد وهو المصنع الرئيسي او المنتج الرئيسي للكوليسترول في الدم، وقلنا اللي الواحد بياخده او الواحد بياكله من الاكل او الشرب خاصه اللي هي الحاجات المشبعه او الدهون المشبعه او المقليات او الحلويات بشكل عام. الحاجات ديت لما بتمتص او تهضم وتمتص وتوظف بيبقى محتواها الدهني او محتواها الكالوري عالي جدا، وبالتالي الكبد ما بيقدرش يفلتر الحاجات ديت، وبالتالي بيحولها لجزء سواء دهون ثلاثيه يخزنها في مخزن الطاقه في الجسم او يحولها لجزء كوليسترول بيتخزن في الاوعيه الدمويه بشكل خاص. بنقول دايما ان في نوعين مهمين جدا من الكوليسترول، في نوع اللي هو عالي الكثافه او اللي هو الهاي دينس لايبوبروتين، وده بنسميه الكوليسترول الحميم او الكوليسترول الصديق او الكوليسترول الجيد. الكوليسترول الجيد دوت كل وظيفته ان هو ينقل الكوليسترول بشكل عام او ماده الكوليسترول من الخلايا للكبد، وبالتالي الكبد يتخلص منها. يعني الكبد في الحقيقه له دورين، دور الانتاج ودور ان هو يتخلص من الانتاج الزايد او نسبه الكوليسترول الزايد. وفي نوع تاني من الكوليسترول اللي هو الكوليسترول السيء او الباد كوليسترول، او اللي هو الكوليسترول اللي بيخلينا بقى نصاب بيه مشاكل تصلب الشرايين او مشاكل تكون الجلطات او مشاكل. ده بيجي من ايه يا دكتور؟ ما احنا بنقول دايما اللي هو السيء او الرديء اللي هو اللو دينست لايبوبروتين، يعني هو حتى من اسمه لو دينستي يعني منخفض الكثافه يعني تقيل. ده اكيد مش من الكبد، يعني ده اكيد من الاكل اطلاقا. هو بيجي من الاكل يعني الزايد في محتواه الكالوري او محتواه السعري او ما ينتج عنه من سعرات حراريه داخل الجسم، والمشبع بالدهون. يعني مثلا زي اللحوم اللي هي اللي فيها شغط او دهون، زي جلد الفراخ، زي مثلا البطاطس المقليه، زي مثلا الجاتوهات، زي التورتات، كل الحاجات ديت محتواها
الكالوري او محتواها السعري بيبقى عالي يعني جدا. يعني ده يعني بيبقى في ايدينا ان احنا نعمل عليه كنترول او لا. ده هنتكلم عنه جزء في الشق اللي هو التغذيه العلاجيه، او ازاي ان احنا نحمي المريض من مشكله تكون او ترسب الكوليسترول على جدار الشرايين. فبنقول دايما ان النوعين دول، او اللي هو النوع الجيد والنوع اللي هو السيء، بنقول دايما ان احنا نقدر بالتغذيه بتاعتنا او بطريقه التغذيه ان احنا نقدر نتحكم في النسب الطبيعيه لمستويات الكوليسترول في الدم. بمعنى ابسط، يعني احنا عن طريق الغذاء بتاعنا، عن طريق الاكل بتاعنا، نقدر نوازن او نعمل عمليه توازن ما بين الكوليسترول السيء او حتى حمايتنا من ان احنا جسمنا يبقى فرصه او عرضه ان هو يكون كوليسترول سيء. ونقدر برضو بنوعيات تانية او اصناف تانية من الاكل ان احنا نقدر ندعم او نقوي او نخلي قدره الجسم على انتاج الكوليسترول عالي الكثافه او الكوليسترول الجيد عاليه جدا. وده بنقول دايما بيبقى عن طريق التغذيه الجيده او عن طريق البرنامج الغذائي اللي هو الكويس. وعلى فكره برضو يعني مش شرط ان كل الناس اللي هي بتاكل، يعني ان الدهون هي الشرط الوحيد لتكوين الكوليسترول في الدم. يعني بنقول دايما ان العصائر اللي هي عصائر الفاكهه اللي عليها سكر كتير جدا، بنقول ان الحلويات، بنقول المقليات، بنقول اجمالي العناصر الغذائيه او اجمالي السعرات الحراريه اللي داخله للجسم حتى لو محتواها الدهني مش عالي قوي ممكن تكون سبب، وسبب رئيسي، لان دايما بنقول ان الجسم بيقدر يوازن بين السعرات اللي داخله والسعرات اللي خارجه. اذا كان في فايض او سعرات عاليه اكتر من المعتاد، الجسم طبعا ما بيقدرش يصرف الحاجات دي، وبالتالي بقى تخزين الدهون او مخازن الدهون في الجسم تبقى بشكل اعلى، وفرصه بقى تكوين الكوليسترول والدهون الثلاثيه وكل الدهون الضاره اللي هي ممكن تعمل مشاكل صحيه.